التطوير من خلال بقى المركز الاستكشافي للعلوم ومن خلال الاساتذه المتخصصين في الجامعه. المشروعات الابتكاريه اللي احنا طلعنا بيها انا حابه ان انا اعرضها على حضراتكم علشان برضو ان شاء الله اما يتمم طلاب يتقابلوا مع سياده المحافظ يعني برضو حضراتكم تبقوا موجودين معانا. كان عندنا مشروع دمج الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، وكان عندنا مشروع الخلايا الشمسيه الجديده، يعني ده هيتم عمل خلايا شمسيه بتعتمد على استخدام المغنيسيوم بدل من السيليكون، ودي هتبقى اكثر كفاءه واقل تكلفه. توليد الطاقة الكهربائية باستخدام كمية مياه ثابتة وقوة التناثر المغناطيسية. كان عندنا كمان مشروع فلتر الدم بتكنولوجيا النانو، وده كان مقلل مدة الغسيل الكلوي تقريبا لغاية نص المدة. كان عندنا مشروع الإسعاف الطائر اللي هو بطائرة بدون طيار، وده علشان لسهولة الوصول للمريض لأن عربية الإسعاف بيحصل لها تعطيل في الازدحامات المرورية. عندنا كمان مشروع تنشيط استهلاك المياه بصندوق الطرد بالوحدات السكنية، لأن كلنا عارفين الكومبينيشن بيستهلك حوالي 12 لتر مية، المشروع ده بيقلله للنص يعني الكومبينيشن هيستهلك 6 لتر فقط. وعندنا مشروع الاستزراع المتكامل، وده من نتائجه يعني من أهم نتائجه، هو ليه نتائج كتير جدا بس أهم حاجة إن هو هينتج أسماك خالية من الملوثات. عندنا كمان تامن مشروع توليد الكهرباء من البقايا الزراعية، يعني هننتج طاقة كهربية من البقايا الزراعية الموجودة عندنا. في المرحلة الجاية بقى في عندنا 14 مشروع هيتم تطويرهم، وأنا ممكن أدي لحضراتكم الحاجات دي مكتوبة بقى، بس أهم المشروعات دي كان عندنا مشروع عن علاج الإيدز، وده الفكرة بتاعته هايلة جدا بس هو محتاج يتم تجربته. احنا برضو اتفقنا مع كلية علوم في جامعة بني سويف ان هو هيتم التجربة، غالبا هتكون على الشمبانزي لان هو اكثر يعني حيوان شبيه بالانسان. عندنا قصص نجاح نتجت من المشروع ده. اول حاجة كان عندنا مبادرة اسمها نحو جيل هندسي مبدع، ودي استهدفت الاولاد بتوع ابتدائي واعدادي، ودي اللي هي كانت ثلاث مراحل اللي انا قلت لكم عليها. اول مرحله نفذتها السفاره الكنديه، وكان بعد كده محتاجين ننفذ المراحل الثانيه والمشروع خلص. كانت سكرتاريه المراه العامله والطفل باتحاد عمال مصر تبنت تنفيذ المرحله الثانيه والثالثه، وفعلا ده حصل وبدانا ننفذ المرحله الثانيه بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي، وان شاء الله هنخلصها وننفذ المرحله الثالثه. حتى كمان في المرحله الاولى كانت سكرتاريه المراه العامله والطفل معانا، وعملوا تكريم ل 60 طفل بشهادات تقدير طالعه من اتحاد عمال مصر. عندنا حاجات برضو كان في ان طلاب بتوعنا المشاركين معانا في المشروع احنا شجعناهم وساعدناهم ان هم يشتركوا في بعض المسابقات المحليه والدوليه زي امثال ايسر، وحصدوا فعلا جوائز كتير في المسابقات دي. في المرحلة الثانية للمبادرة طبعا التعاون اللي حصل ما بين كل الجهات الشريكة والولاد الهايلين اللي احنا اشتغلنا معاهم والمدارس اللي كانت مشاركة معانا على مستوى المراكز كلها، ده الحمد لله نتج عنه ان المرحلة الأولى كانت مرحلة ناجحة جدا، وقدمنا ان احنا ناخد مرحلة تانية من السفارة والحمد لله اتقبلت، واحنا كنا في السفارة يوم الخميس اللي فات خلاص يعني بيبلغونا رسمي ان احنا تقبلنا ان احنا نكمل مع الولاد اللي احنا بدأناه، وان شاء الله تبقى يعني مرحله كويسه. لو انتوا حابين تسالوني عن اي حاجه. حضرتك تقدر تطلعي ثمن اولاد اسف؟ ايه؟ ماشي يا عمرو. الثمانيه دول الاختيار ده بيتم بناء عليه طب ازاي بتتواصلوا وتتفاعلوا مع المدارس؟ ايه الحلقة الوسط اللي بينكم وبين المدارس؟ وهل مثلا انا عندي طفل انا اجيبه لحضراتكم بس، ولا لازم ابقى في كل مدرسه كده معروف ان دي الطلبه بتطلع ازاي؟ ما احنا عايزين نفهم الطلبه دي في انا مراحل او المراحل السن كام؟ عايزين نعرف الداتا التفاصيل دي. يعني هو لحضرتك احنا اشتغلنا على خطوات البحث العلمي، واشتغلنا على جيل هندسي مده مع طلاب ابتدائي واعدادي على اساس ان هم لسه مش واصلين. معلش بس، هل الشغل اللي حضرتك بتشتغلوه ده مقتصر على التعليم الخاص فقط،
لا ولا التعليم الحكومي؟ الولاد دول اغلبهم من التعليم الحكومي، اللي هم الثمان ولاد المخترعين دول اللي هم اختراعاتهم خلاص جاهزه اغلبهم من التعليم الحكومي. ال 25 اللي لسه اختراعاتهم محتاجه تطوير برضو اغلبهم من التعليم الحكومي. معلش، في بعض المراكز مثلا معرفش حاجه عن ده، تقول ايه ده؟ ازاي اشتغلنا مع كل المراكز، كنا بنشتغل مع كل مركز ورحنا عملنا منتديات البحث العلمي دي في السبع مراكز التعليميه. دكتوره غدا، ممكن السؤال بطريقه ثانيه، يعني معايير اختيار الطلاب، يعني هم اللي بيجي لكم ولا انتوا اللي؟ ما انا بقول كده، احنا بنتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي، مركز التطوير التكنولوجي واداره الموهوبين، وطبعا اداره الجمعيات الاهليه والمشاركه المجتمعيه مدام سميه. اعلنا عن القصه دي في كل مكان، وبناء عليه ابتدى الولاد يجوا يقدموا ويجوا يشتركوا. نتج عنه ان في ولاد ابتدينا نوصل معاهم ان هم بيفكروا باسلوب علمي، يقدروا يعملوا بحث علمي، يقدروا يمشوا بخطوات علميه بس. وفي ولاد تطوروا اكتر من كده، عندهم فكره علميه. احنا خدنا اللي عندهم افكار علميه وقعدناهم مع دكاتره كليه علوم ودكاتره تعليم صناعي، ابتدوا يطوروا معاهم الافكار دي ويعدلوا ويجربوا ويعدلوا ويجربوا لغايه ما يجيبوا كده. هم عملوا حاجه جميله جدا مع مركز، هم جابوا الانصار اللي عندهم موارد، بداوا يدربوهم ازاي يعملوا قطاعات، يعني بدا يدرب العيل الصغير ازاي يجيب الموتور ويوصله بحاجه والموتور يشتغل. انا عايز اعرف حضرتك الفكره بين المدارس، يعني تختاروا المدارس ازاي؟ اكيد في مدارس في الارياف في عيال مخترعين ومبتكرين، ولا حد لا حد احلى عنهم. احنا بنختار مدير الاداره التعليميه. هل حضرتك اتاكدت من مدير الاداره ان اختاروا جميع المدارس تحت الاداره؟ اكيد لا. دي بقى انا هتاكد ازاي بقى؟ انا بعت، انا مش من عارف ان المسؤول بتاع كده. خد بالك، ده هي ده تطوع ان هو بيعمل كده. انت عشان تقول له طب قول لي بقى عملت ايه، هيقول لك انا ما دخلتش في شغل، هي جايه حكوميه. بس هي الدكتوره غدا بقدر الامكان ان احنا كل فتره بنحط كتير من مدرسين العلوم. المشروع كان على جزئين، الجزء الاولاني عندنا طلبه بالفعل عندهم موهبه ومعروفين ان ده مركز التطوير التكنولوجي ومركز العلوم الاستشرافيه، فاحنا حبينا نستثمر الولاد دول ان احنا ننمي موهبهم كمرحله اولى. المرحله الثانيه عملنا على التوازي زي ما حضرتك قلت كده بقى في الادارات التعليميه، عملنا ندوات لان الهدف من المشروع هو نشر ثقافه البحث العلمي. فانا في البدايه عايز انشر ثقافه البحث العلمي، في نفس الوقت ماشي بالتوازي مع ان انا عندي طالب بالفعل عنده ثقافه البحث العلمي ومش عايز اسيبه يموت. فاحنا تبنينا الولاد دول، وفي نفس الوقت عملنا نشر لثقافه البحث العلمي في الادارات التعليميه على اعتبار ان يبدا بقى نجذب فكره البحث العلمي ونبدا نشتغل عليه. طب اكمل بس بعد اذن حضرتك. الجزء اللي انا بكلم حضرتك فيه الاولاني، فكره ان انا اتبنى اللي بالفعل عنده مبدا البحث العلمي، وهو ان كانت مشروعاته مجرد ماكيتات، ما هوش قادر يتواصل انه يعمل محاكاه لمشروع ويكملها ويعمل نموذج، ويعمل نموذج بالفعل اللي بيه اقدر اقنع حضرتك. يعني زي ما بتقول الدكتوره غاده من شويه، كانت بنتنا اللي كانت عامله النموذج بتاع صندوق الطرد، كانت عامله مجرد ماكيت صغير، ما يوصلش لاقناع حضرتك بان فعلا يصبح على ارض الواقع المشروع، إن المشروع ده يتنفذ على ارض الواقع ليه درجه جدوى. فبدانا نعمل تلامس ما بين الولاد دول وبين جهات الشريكه زي كليه تعليم صناعي، في ان هم يتبنوا ازاي الدكاتره وازاي الناس دي تساعد الولاد دي في انها تعمل نماذج محاكاه بالفعل، تقدر يبقى قدامك مشروع تجربه وتقول اه فعلا ده ممكن يجي منه، وتبدا تعمل، ويبدا الولاد كمان نضيف لهم فكره ان هو مش بس عنده مشروع بيعمله او مجرد فكره بيعمله، لا ده لازم يعمل اقتران ما بين المشروع وما بين دراسه الجدوى بتاعته اللي هتقدر تفيده بعد كده. تقريبا في رعاه بدأوا يتصلوا بشركات اكيد. فالفكره في كده، في ان انا مش بس بعمل مشروع، لا ده انا لازم ابقى وانا بعمل المشروع بتاعي يبقى قدامي رؤيه مستقبليه لدراسه الجدوى. هل المشروع بتاعي ده هيجد القبول عند الناس؟ وهل المشروع بتاعي ده هيؤدي الى التكلفه الاقل بالنسبه للمستثمر اللي هيشتغل او بالنسبه للمستهلك اللي هيتبنى المشروع؟ ده كانت من ضمن برضو الافكار اللي احنا وصلنا بيها، وقدرنا نعمل استكمال مع مركز التطوير التكنولوجي ومع مديريه التربيه والتعليم والمركز الاستشفاء للعلوم، بان احنا كجمعيه نقدر نقدم ده للولاد.
اعتذر انا بقصد بس الانتشار انا بقصد بس الانتشار التجربه دي بين المدارس هيعمل تحفز عند الطلبه بالتالي هتبقى في تصارع بين المدير حتى عشان يقول لك ايه ده الطالب ده طالع من عندي انا كده هنحسس ان الطلبه ان في فئه مهمه هو اللي حضرتك بتقوله ده هي الخطوه اللي احنا بنشتغلها دلوقتي لان احنا كنا ما نقدرش نشتغل الخطوه اللي حضرتك بتقولها وانا افتقر لثقافه البحث العلمي احنا بنفتقر في المدارس دلوقتي والاتجاه اللي موجود لدى الكل زي ما احنا شايفين في المدارس فكره ان انا اودي للحفظ المدرس عايز التلميذ يحفظ حتى مساله الرياضه ازاي يحفظها انما مش ازاي يفهمها على عكس اللي كان موجود يعني يمكن على ايامنا كان ممكن تلاقي التلميذ المدرس بيعلم التلميذ حل واثنين وثلاثه وتيجي يقول لك ايه احنا واحنا قاعدين حاول تفكر في حل بديل دلوقتي بيديله الحاجه ويحفظ خطواتها وانتهت القضيه بالنسبه له فاحنا رايحين الاتجاه فاحنا بنحاول نغير بقى فكره ان انا اعتمد على التلقين والحفظ الى فكره ان انا ادي للتلميذ فكره الثقافه البحث العلمي حتى ولو مؤاخذه محمد دي حتى لو مش بحث ناحيه علميه انما يبقى عنده فكره انه يبحث حتى لو كان في فكر ادبي يبحث في شعر يبحث في قصه المهم ان هو ينمي مداركه ويقرا ويرفع من مستوى التفكير بتاعه هو يعني دماغك انا لاحظت ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان كل الولاد كانوا مدينة من بنسيف لكن الفتره الاخيره لقينا في بنتين من الفش تقريبا ايوه عندنا وطبعا احمد عاطف الناس وبدات العجل تتحرك يعني احنا جبنا من سبع ادارات التعليميه فعلا احنا عملنا عندهم انا بقى عايز يكتر من المراكز يعني يبقى في اكتر من احنا يا ريت والله احنا حاولنا نوصل احنا نزلنا عملنا منتجات ونزلنا دورنا المدارس بنفسنا يعني كان في انا شايف ان المسؤول في دمشويش يهتم فقط سواء المحافظ او المديريه بتاع اي مسؤول يهتم بس بالمدرسه الخاصه يعني يقول لك احنا ويعمل مؤتمر طب ما احنا عندنا المدارس الحكوميه فيها عيال افضل من المدرسه الخاصه بكتير مفيش حد سامع عنهم حاجه لا انا اللي بتكلم ممكن احنا التربيه والتعليم نرد عليك يا حماده في دي هنا مش هرد عليك صحفيه هرد عليك تربيه وتعليم خاصه فقط لا في التربيه والتعليم سامع ان في اداره اسمها اداره المواهبين هي بتديرها الاستاذه عزه القط تمام عزه الحاجه اسمها لقيتهم ان هم يعني اكتر مركزين مع الموهوبين في الرسم فنيا وليس علميا مركزين قوي مع اللي بيكتب شعر مع اللي بيرسم كويس مع عيل عنده موهبه الرسم انا ده شايف ان هم مركزين عايزين نضغط بحيث ان اداره الموهوبين دي يبقى من داخلها اداره الموهوبين كمخترعين انما هي ماشيه في كل الاتجاهات بما فيها الولاد في البحث العلمي بما فيها الولاد اللي عندهم مواهب في الرسم بما فيها المواهب اللي عندهم اللي فيها الشعر لا ما اقدرش احكم عليها دلوقتي يعني الاداره تتعدى كام شهر لم تتعدى كام شهر ايوه فما اقدرش احكم عليها بالاضافه الى خلينا نتكلم على ان احنا بنتكلم على منظومه متكامله مع بعضيها بنتكلم على منظومه جوه مديريه التربيه والتعليم متمثل في اداره لرعايه الموهوبين تتمثل في اداره الجمعيات الاهليه بتدعم كل الجهات اللي شغاله في مجال الموهوبين مركز العلوم الاستكشافي اللي بيدعم الموهوبين مركز التطوير التكنولوجي اللي بيدعم الموهوبين فكل دي جهات بتدعم الموهوبين مش معنى ان في اداره او في جزء
يعني ملمس اكتر في ناحيه ومش ملمس في الثانيه معناه انه مش شايف الجانب الاخر، انما هو شايف الجانب الاخر من خلال الادارات الثانيه المعاونه. وصلتك الاجابه صدفه كده يا باشا؟ لو حضرتك عايزه تضيفي حاجه بقى اتفضلي. ثواني يا استاذه الدكتوره ايه، انا اتفضل دلوقتي انا عايزه اعرف في خطه الجمعيه لتسويق الطلبه دي. دلوقتي احنا عندنا طلبه مبتدئين، اكيد في خطه الجمعيه عاملاها لتسويقهم ازاي؟ تمام. الشق السؤال ايه، سؤالي الثاني، ايه اللي ايه الشيء المختلف اللي هتقدمه الجمعيه لاكتشاف الطلبه دي؟ بمعنى دلوقتي اغلب الطلبه اللي احنا بنشوفها مخترعين اخرهم بيتعمل مؤتمر وبيتعمل معرض بيتعرض فيه الاختراعات بتاعتهم وخلاص، قليل جدا اللي بيمشي وبيتابع مشاريعهم راهن فيه. لكن اكيد انتوا هتحبوا تقدموا في الجمعيه شيء مختلف، تمام؟ ان انا اقول انا طالع من عندي الطالب ده او المشروع ده او الاختراع ده تم تسويقه وراح الجهه الفلانيه، حتى لو هم بيطلعوا مثلا مؤتمرات بره، يعني الدوله الفلانيه اخذت، انا مش هفرح ان الدوله الفلانيه دي اخذت من عندي المخترع، لا انا فين انا مع الجهات المعنيه سواء الجهات العسكريه او التنفيذيه او الجهات المانحه اللي هي عندها استعداد تتبنى مشروع داخل مصر. هل الجمعيه متواصله مع ناس زي كده ولا ايه الرؤيه المختلفه الجديده للجمعيه كلها؟ طب انا قبل تتكلمي عامه، انا حصل مشكله من قريب واحنا كنا في فرح الفيوتشر، كان في ولدين او ولد وبنت من مدرسه حكوميه عايزين يسافروا يشتركوا، ما كانش متوفر ليهم ثمن سفرهم وثمن اقامتهم، ولولا ان تلبيه التعليم في ناس دخلت اتبرعت بفلوس، لولا ان ايه الولاد دول سافروا واشتركوا في المعارضه. ما سافرش لسه، ما دفعلوش. لا ثواني، كان استاذ معتز كان الكلام ده، استاذ معتز واستاذ خالد بنت الحضر الموضوع ده. اللي تبع مدرسه بتاعهم. طب وما سافرش ده يا باشا؟ اخوات تطلعوا عشان مدرسه خاصه. دلوقتي بنتكلم عن المدارس الخاصه. احنا عندنا على فكره كانوا خاصه. انا بس عايز اوصل لحضرتك معلومه ان هم كانوا